مانجو بانجو، شيء خفيف لطيف لذيذ من صفر يوم اللاس. نجربه ونقول بسم الله. واو لذيذ. شوف الطريقة السهلة والبسيطة، وعليكم بالعافية، وانا خلونا نستمتع بالمانجو بانجو. مدري دانجو دانجو اللي هو اسمه. ساقو منقع نص ساعة في ماي ساخن. بننزل الماي الساخن، نضيف يعني زيادة عشان ينطبخ، وبنظل نحركه ونطبخه على نار هادية جدا، وكل ما تبخر الماي بنضيف له ماي زيادة. طبعا اللي ما يعرف بذور الساقو هي هذه، بتحصلوها في السوق. طبخنا الساقو لين ما صار شفاف ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين بنخليه يبرد على جنب ونكمل الخطوات. مانجا، حليب، حليب مكثف، واخلط. ما شاء الله. بننزل الساقو الحين في ملة، وبننزل الخليط اللي سويناه، كريمة خفق، فنيان، حليب مكثف. انا بحط 3 فناين، انتوا على ذوقكم الحلى اللي تبوه توصلوا له يعني. نزلوا حليب مكثف وحليب، كانها صارت يتملى صغيرونه. وبننزل قطع مانجا. سلام. طبعا نصها ما اكلنا، مزينها بمانجا، وعلينا وعليكم بالعافيه. طبعا تنأكل بارده عشان ما حد يسالني عوافي.